يا سلام، هذه الحفلة توا اللي نتاع ظهر لي نتاع البارح انا ما شفتهاش، فهمتني؟ اما اللي صبحوا يعلقوا عليها توانسة الكل على فيسبوك اليوم. بون، التلفزة الوطنية المرة الأخرى عملت لك لانيفرسير نتاع 48 زعما يحبوا يرجعوا للهوية التونسية ويحبوا يرجعوا للتلفزة التونسية اتسيتيرا اتسيتيرا. التلفزة التونسية هذوما الزنوس باقي يشكروا في رواحهم ويعملوا في رواحهم، يحبوا يبرروا وجودهم ويحبوا يقعدوا في التلفزة التونسية. معناها دي ديكتاتور يلزمهم يمشيوا مع بن علي، ما مشاوش مع بن علي، قعدوا مع النهضة، طحنوا للنهضة، وتوا بشوية بشوية مشاك الطحان نتاعهم بعد بحرون ولا شنية، هكا بن عيسى ولا شنية، جاهم توا مدير جديد قاعدين يحاولوا باش يرجعوا للهوية التونسية وللتلفزة التونسية بشوية بشوية. والغريبة فاش اللي توانسة الكل قاعدين يعلقوا على الفيسبوك، فهمتني؟ باقي قاعدين يشكروا في رواحهم ويهزوا في رواحهم، وواحد يهز في الاخر، فهمتني؟ وقاعدين يسطروا على بعضهم. ومعناها ما فهمتش انا المره الاخرى عملوا نتاعك ال 48 نتاعك ال 48 يشكروا في رواحهم وقاعدين ينقذوا في رواحهم، وواحد يمنع واحد. تو الحفله ذي جديده نتاع العيد هاكا باش يسبقوها قبل بجمعه ديجا ولا قبل بخمس ايام، فهمتني؟ قاعدين يبرروا معناها اكل، قاعدين ينقذوا في رواحهم باش يدخلوا للتلفزه التونسيه، فهمت؟ تو عملوا حفلتين باش ينقذوا رواحهم من التلفزه التونسيه وكل شيء. الطاوله فما اعتذار للشعب التونسي على الخماج نتاعهم، 3 سنين ونص من الثوره لتو احنا نشوفوا في الاعاده في الاعاده، وهما تو خرجوا لنا بعد الانيفرسير نتاع 48 نتاع الاذاعه الوطنيه. توا هكا جابوا لك فازا يحبوا يدخلوا رواحهم للتلفزه في رمضان، ما طلبوش حتى سماح، قاعدين ينقذوا في رواحهم توا، يحاميوا على رواحهم. وشكون هم ليزانفيتي؟ ليزانفيتي هما بيدهم، شوفك المكياج في عينيهم عاملينهم يخوف، وكل المذيعات، فهمتني؟ وتشكر توا فك المذيعات هذيا اللي رجعت توا، يندرا وين كانت راقده ورجعت، فهمتني؟ اللي شدتها فيها اكيد اكيد، تقولش عليها سيستها مغنيه جايه من بيروت ولا من سوريا، فهمتنا كالفصايلك اللي مشي يعملوا كليب في سوريا وفي لبنان يرجع الكل لتونس، اكيد اكيد اكيد. بربي كانت شي عندنا كلمه اكيد 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 هذه شعنا في تشكر في لي كوليج بتاعها كبرنامج الصباح، ولا حجمة لجات ما طلبتش حتى السماح من الشعب التونسي اللي لك البروغرام 7 نتاع الصباح، عمره ما بدا 7 نتاع الصباح الى يومنا هذا، ملي بدا كان نسمة صباح ولا برنامج الصباح ولا شنو، عمره ما بدا في وقته. الديكور كي وجوهو ما فماش البروغرام كي وجوهو، يجيبوا في ناس من سليانة ومن جندوبة ومن تجروين على 2 مينيت مساكن، يسالوهم 2 مينيت واللي بعده واللي بعده، وهما حاشاكم توانسة ما فما برشا طحانة وسقاط، يفرحوا كيف يراو روحهم في التلفزة، فهمت؟ يجيك من سليانة ولا من قعفور ولا من دوز، فهمتني؟ من آخر تونس ولا من شمال تونس على 2 مينيت يستدعوا فيهم ويتمنيكوا عليهم، شنيا الزربية اللي عملتها اليوم؟ شنيا ذيك اللي عملتها اليوم؟ وزيدوا يعملوا لهم كاسكول يسرقوهم، أي خلي الزربية لهنا وخلي يعمل كل شيء. يا تلفزة تونسية ما ناشي باش نفاو عليكم إلا ما ترجع تلفزة تونسية تخدم كيما الدول الكل، يا اللي ما تحشموش يا اللي ما تجاروش. شوفوا العربية، العربية زوز بنات تقولش عليهم مانكا، الله صلي على النبي، البوتي والسورير والفيزيك وال وما نعرفش ما نعرفش، يصوروا يوريو لك شنو اللي صاير الكل في العالم، ويبداو الخمسة متاع الصباح ولا الخمسة ونص متاع الصباح للنص النهار، هذه العربية تفرجوا في العربية تشوفوا العربية، فهمتني؟ العربية يا سيدي تو اسمها قصة بليتو، العربية توري لك الخضار الكل، فهمتني؟ يبدأ من 6:30 أكل بوتي وأكل بدن عليهم اللهم صلي على النبي، فهمتني؟ ويعديوا لك أخبار العالم الكل من 5:30 ولا هو من 6 متاع الصباح للنص النهار. التلفزة متاع المعاقين هذوما قاعدة اللي قاعدة تشكر فيهم توا اللي جات جديدة هذيا ثلاثة، ما هما كانوا بقرتين، رجعت البقرة الثالثة، مع كل احتراماتي ليكم على الكلمة بقرة، جو سوي اوبليجي باش نقول بقرة، لخاطركم خاطركم خونة وتهزوا في بعضكم وما كنتش تخدموا للشعب التونسي، خدمتوا بن علي برشا برشا برشا، 3 سنين ونص بعد ريفوليسيون طحنتوا للنهضة برشا برشا برشا، وتهزوا في بعضكم، ولا مرة طلبتوا من الشعب التونسي حتى السماح ولا سامحونا ولا حد شيء. ثم ربط مباشر من تونس العاصمة لل 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 للمنار وين توما وين الهيلتون غاديكا،
ما نعرفش انا ما تنجموش تاخذوا تلفزة وطنية ثلاثة سنين ونص من الثورة لتو مازلت واحلين في كاس ماء معبي للفم. وانا اللي عملت لكم اكثر من 60 فيديو الى يومنا هذا بث مباشر ما تنجموش تعملوه. الاسم نتاع الانفيتي نتاعكم مازلت واحلين فيه. هكا اللوجو باقي قاعد يدور مباشر إعادة مباشر إعادة وعطونا باش تبدلوه تولا بدلتوه فهمتني؟ الاسم نتاع الانفيتي يما صغير ولا كلير ولا مشقعة ما تفهموشي ولا دو ليني ميم كولور. هذوما كل لي دوموند نتاعنا إن شاء الله المدير الجديد يسمعها. وإن شاء الله الفصائل اللي مدين وجوههم هذوما الكل اللي قاعدين توا يسطروا على بعضهم ويمنعوا على بعضهم إن شاء الله يتنحوا وخاطر إحنا فدينا منهم. نحبوا نشوفوا التلفزة تتبدل كومبليتمون. هذه توا الفصائل عند راوين كانت راقدة هكا رجعت لك. فهمتي اللي يعملوا فك برنامج الصباح عمره ما بدا البرنامج السبعة نتاع الصباح. واحدة تبدا لك سبعة وربع، واحدة تبدا لك سبعة ودرجين، وواحدة تبدا لك سبعة ونص. مع المخرج نتاعهم هكا الديكتاتور اللي بوكرش اللي سرق فلوس الشعب ويمشي يصور لك في روما وفي بلجيكا وفي لندرا مسيو فلان ومسيو فلتان اللي عنده ريستوران وعنده كل شيء يعمل لك برنامج بتاع دي مينيت ولا ما با دي مينيت. البرنامج الاخراني عنده في روما مع واحد واحد ارتيست تصوروا معناها توانسه فلوسكم وين اكيب كامله مصور ومخرج وسخط على مخكم ما نعرفش شنو اسمه باش يعديوه تاو بالجبه. هذه تا اللي تشكر فيها عارفها قتلك الشهير تا تشهر في ما نعرفش انا شكون يشهروا فيهم تا الكلهم الشهير والكلهم المعروف والكلهم وكل شيء وهي تلزم ما يتفرج فيها حتى حد. البرنامج نهار السبت قالك المعروف والشهير وتوانسه الكل يتفرجوا فيه تكذب حتى حد ما يتفرج فيه. هاك فاش يجيبولك في التوانسه المعروف هذه الفصاله تبدا لك 7 و4 هذه تبدا لك هذيك تجيب لك في ما نعرفش شنو قاعد نسمي انا سي انكرويابل. ويشكروا في بعضهم قال لك البرنامج نهار السبت نتاع الغناء معروف والبرنامج شنو هو معروف وتوانسه يتكلموا وبرنامج الصباح معروف كل شيء معروف وكل شيء تبارك الله وسمات زقزق ولا عصافر زقزق. علاش عندكم 60,000 فان؟ علاش الناس كنت تتبكى وتتشكى منكم؟ تسمير كوكا اسمه كوكا ولا اسمه في هذا انقذكم على التلفزه كيفاش حموم وزبله وحاله مكربه. والبقره ذي قالت لك البرنامج تبارك الله، البرنامج الطبي تبارك الله، البرنامج الدنيا كل تبارك الله، الكلهم قالك عندنا المشاهده عندنا كي عندكم المشاهده علاش الناس كل تلوم عليكم وتبدلوا في المدير ماله؟ نحاسينو نرجع باك للبروجرام الصباح نتاع الديكتاتور بالجبه او باش يعديوه تو اسمعها باش تقول باش تقول لك الشهير والمعروف ما هو خاطر هو عارفهم نتاعك البرنامج نسمة الصباح ما هو ديما يبداو روتار وبرنامج زبلة ويسرقوا في الفلوس الشعب ويطيبوا في الكروفات ويطيبوا في شنية فهمتني؟ هاك تسهر عليه قاتلك المخرج ولا المذيع شهير ما نعرفش شنية باش تسميه توا الشهير قاتلك تشهر فيه وهو يسرق في فلوس الشعب ثلاث سنين في الثورة وهو من البلاد لبلاد وهو ويكيب كاملة وفما شكون راهم في بلجيكا يسكنوا في السانك اتوال فهمتني؟ معناها البلاد معناها تصوروا انتم احنا في بريود نتاع ثوره نتاع كل شيء فهمتني والبلاد فالسه وهما اش يعملوا لك؟ يعملوا لك دي بروغرام انا مسيو فلان ومسيو فلتان في سويسرا وفي بلجيكا مشاو حتى كوت ديفوار ايكيب كامله تو شكون اباه شنو ما وينهم هذوك ما نفعوناش اسمع اش باش تقول البقره اكيد والكاميرا كاشي الكاميرا كاشي ماخذينها هذاك اسمه كوكا ولا شنو هكا قاعد باش ينقذ التلفزه التونسيه تمنيك عليهم الكاميرا كاشي هذيك نتاع سكولات ماخذينها من البرازيل في الفيسبوك قاعده تدور عندها ثلاثة سنين اكل بوت ياك نتاع اسمه شريك العمر اللي يندرى باش يشهروه ولا شنو هكا يضرب في الماء يضرب في الناس يطوش فيهم بالماء ولا شنو فهمتني هاكم تاع البوت ياكلي ما نعرفش بسط الماء يضرب في الناس وكل شيء وداز راجل يصطاد في البحر تصورك الراجل ما يعرفش يعوم يا ربي انا تو نطلب من المدير الجديد هذيا الكاميرا كاشي ما يعديهاش نتاعك اللي يتعداو على الناس راجل راقد يصب عليه يسطا الماء وواحد قاعد يصطاد يدز فيه في البرد تصور واحد ما يعرفش يعوم تو دوكا توما باش معناها توما باش قاعدين تفسدوا في الشعب نتاعكم والولاد نتاعكم كيفاش استلمي وقاعد يدور في البحر وتضرب في الناس وتطش في الناس والكاميرا نتاع سكولات تنحطها لكم تدور في الفيسبوك فهمتني
ما نعرفش ما نعرفش معناها باقي قاعدين تتمنيكوا على التوانسة، عاوك يجيبولك في المعروفين وفي المشهورين، فمش ما ترجع للوطنية، ما تنجمش ترجع تلزا الوطنية إلا ما تسمعوا لي دوموند نتاعنا. لي دوموند نتاعنا حاطينهم لكم على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بن مرزوق يوتيوب 60 فيديو. يا مدير جديد، يا مدير جديد كان تحب تنقذ التلفزة التونسية، اسمع لي دوموند نتاعي، أنا نتكلم باسم التوانسة. فهمتني؟ وباسم لي فغي ريفولوسيونير تينيزيان، وخايفين على ليدونتيتي نتاعنا لا تمشي، الخطرة الخاونة ذوما الطحانة نتاع التلفزة الوطنية، ملي شدوها كرب حمادي جبالي حط لك هكا بحرون ولا اسمها، خرجت هي، خرجت مليونيرة والطولة حاسبها حد ما عملت شيء، ثلاث سنين ونص وإحنا نشوفوا فيلم جمر، منام نتاع روسيا وعبد العزيز العروي وشكون وشكون وشكون. فهمتني؟ ما تحاسبتش وخرجت مليونيرة، شدها كابن عيسى ولا شكون جد أهلكها، عاوك تو عمرها ولا غمها بتجارة الدين، فهمتني؟ وبرمشي وصلي ولا راكم كافرين ومفتي جمهورية وكل شيء، إيش نقول لكم؟ ماهيش باش تمشي تقوم لها قائمة التلفزة التونسية كان ما ترجع للإيدونتيتي نتاعها وتنحيونا تجارة الدين. أسمح كيفاش باش تقدم لي كوليج نتاعها، كلهم تبارك الله طيارة ومشهورين ومعروفين، تو كي معروفين ومشهورين وكل شيء، شبي ما يتفرج فيها حتى حد. اسمح الفوزي ومنير اللي اكيد باش ندلوا عليهم، اكيد اسمح كل كلمه، اكيد مداخلتهم في منهل الاحسان وش اسمعوا كيف كيف وهما لا فيزيك لا بوتي لا حد شيء، تفرج كيفاش لابسين، كلهم لابسين اكل مخفخ معناها حاجه كبيره عليهم، فهمت؟ لا تلقى واحده لابسه زفالت باش توريك بدنها كيما العربيه وكيما شكون شكون، تفرج كلهم لابسين زعما تقليدي، وهي هذيك تماسكي راهم لا لابسين تقليدي لا حد شيء، قاعدين يغطيو فك البدن نتاعهم اللي هذه الكرش نتاعها كي ميشلان بتروا كاتيتاش، فهمتني؟ وديكتاتور ديكتاتور معناها توا قاعدين يحبوا يرجعوا للتلفزه التونسيه، فماشي ما ترجع لاصلها، ما تنجمش ترجع لاصلها التلفزه التونسيه، خاطر توما طحنتوا بن علي العرق الطحين في دمكم، فهمتني؟ طحنتوا بن علي، بعد بن علي طحنتوا للنهضه، هربتوا للمتفرجين نتاعكم، احترتوهم، اللي يعمل كريتيك تخرجوهم من الباج، اللي كلمكم تعديوش المدير، ما عندكمش ربايه، ما عندكمش حتى شيء حتى شيء، لا ديكور لا فيزيك لا حتى شيء، بث ديريكت ما تنجموش تعملوه، هكا اللوغو تو يحلم فيه كانه عسكر انبوبه نتاع عسكر الحريقه، اعاده مباشر اعاده مباشر تونسيا تونس، شنو الحاله مكربه؟ يحطوا ار تي تي هكا اللوغو اللي عندكم هذاك الابيض واحمر وصغروا فيه كونسيو صغيت لا يا مدير جديد. تفرج هذيا ما تعديلكش بدنها جمله هذيك. تفرج شفتهم؟ شفت الكل شنو لابسين باش ما عديلكش بدنهم على خاطر اللي هذي الكلهم يترعرعوا كي بقرات الكل. لا والغريبه فاش يسكنوا في بعضهم ويهزوا في بعضهم يخدموا عاملين مجهودهم عاملين مجهودهم عاملين سواد ساعتكم. شنو شفنا ثلاث سنين؟ ثلاثة سنين كان في المجمر من نتاع روسيا والارشيف بث مباشر ما تنجموش تعملوه بريك نيوز ما ينجموش يحطوها هذه يا سيدي اللي تبدا لك هذه تبدا لك 7:15 ساعة لا سامحني لحد شيء وديما فيروز الصباح ديما فيروز الناس كل تشكات وتبكات قالت لهم يا ولدي اللي زين عيفتونا في فيروز عيفتونا في فيروز قالت لك شبيها فيروز وهو شنو فيروز هاك بوكرش اللي بالجبه باش يعديوه توا هو ذاك المخرج نتاع البرنامج الصباح هو عامل باش مات في التوانسه ديما فيروز ريكلاماسيون الناس كل عاملين راك عيفتونا في بيروز عيفتونا في فيروز عيفتونا في فيروز المذيعات الثلاثه ذوكم هاكا البقرات نتاع الصباح ولا الزوز هذه الثالثه خلطت عليهم توا تقعدوا يطلبوا سماح من الشعب التونسي عندكم حق وكل شيء لا جايه مع المخرج ايش بها فيروز فيروز محبوبه دي فيروز محبوبه عايفتونا فيها عايفتونا في برامج التونسيه عايفتونا في عبد العزيز العروي عايفتونا في حكايه بورقيبه عايفتونا في المجمر 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 حكايه تونس تاريخ تونس هذه زاد هذه تجيب لك في العرايس ولا شنو هي اكيد زاد ديما فهمتني حالة مكربة، خلنا نسمع توا كي باش يجيب الجبة هذاك عارفهم. حبيبيك منى. اسمع عارفهم كيف باش تقدموا. باش نواصلوا كيف مع برامجنا. الأولى صحة حاضرة معكم، وأكيد الناس الكل كي نقول الصحة ونقول الصحة. هذه الأولى صحة حاطينها في البلاتو كاك القردة مسكينة وال شو اسمه هو ليكرون جيون وراها يلعب كي سيرك. ما نجموش يتخلاو على البلازما وما نجموش يتخلاو على الكتيبة القزوردي والكولور البوردو نتاع الدوائر نتاع كل شيء
هاك واحد يعطيوه مشموم واحد يعطيوه مش مع البرامج الدينيه اكيد وحاضر معنا سناي كيف كيف برنامج شفاء الروح فوالا كي نقول شفاء الروح اكيد باش نقولوا اكيد رفيق مرابط اهلا وسهلا ومرحبا بك رفيق هذا يا جديد زاد الان دولون جايبينه بتاع الدين فهمتني هذا تو سي ترسم في الترزه التونسيه هاكا استانسوا بهذا قالك ما تمشيوش للقهاوي ما تمشيوش للفيسبوك ما تمشيوش للجامع ومشيو صلي هذه تو دوله مدنيه ودوله ديمقراطيه شهر رمضان المبدع اسماعيل الحرابي هذوما تو جدد هذوما لي ديكتاتور جدد نهضاوين من سي بيير فهمتني وياخذوا في الحل وياخذوا في الحصه 250,000 على تجاره الدين اهلا وسهلا مرحبا بك تو تونس مستحقه والإنتاج وكيف كيف مش نقاو السناء سماحة المفتي كالعادة فوالا شهر رمضان وكذلك في الإنتاج والإعداد عشرة وفن هاكا اسمك بن عيسى ولا شنيا لغمها باللي بروغرام دينية فهمتني باش المدير الجديد مسكين يقعد بلوكي ما ينجمش ينحيهم شوف عينيهم الكلهم يدرى كيف كله ولا عينيهم يدرى باش عاملينهم ولا شنو ما نفهمش أنا في الحكاية هذوما هاكا لغموها التلفزة بالبرامج الدينية فهمتني كذلك مواكبة لجل التظاهرات الثقافية والمهرجانات من خلال الوطنية الأولى إضافة إلى نسمة رمضان نقول المبدع والإعلامي القدير وديع برحومة هذا هو سيدي قالت لك القدير هذا يا سيدي اللي سرق فلوس الشعب أوين أوين ثلاثة سنين في الثورة هو من البلاد لبلاد هو والإكيب كاملة يعمل في الشوبينج باش يرد لك مصر هذاك اللي يحط لك فيروز كل صباح باش نواصلوا مع فهمتني والبقرات هما يحميوا عليه قال لك شبيها فيروز تصوروا يا ناس كل يوم هكا برنامج الصباح هكا أنا ما نتفرج فيه أما الأولاد الصغار يتفرجوا فيه قبل يمشيوا المكتب يبين لك معناها في عود يعملوا بروجرام نتاع أولاد صغار معناها دي كرتونز ولا حاجة قبل يمشيوا المكتب فهمتني هما يحطوا لهم سبعة وربع هكا برنامج الصباح حاطينه سبعة عمره ما بدا سبعة نعاودها ديكور كي وجوههم ما فما حتى شيء ما نعرفش أنا حتى كالديكور شوف وقت الطاولة مخبشة والبارتير مخبش وبلون بلاستيك ويتمنكوا عطوانسة يجيبوا فيهم السيد والنار على دقيقتين من زمان هو يحكي وهي سدت لك اللابتوب تحكي مع سامي ومع سونية ومع شكون قبل يمشيوا للمكتب يتمنكوا عليهم كيف يتعمل البتيفور كيف يتعمل الخبز طيب يعود يعملوا سيد على الانترنت فهمتني كل مرة يطيبوا حاجة يحطوا الوحدة المقادير وكل شيء هما لا بالعاني هاكا تشدت لك اللابتوب تجيب لك واحد مسكين يبدا يحكي مصور ولا مخرج ولا حاجة هو يبدا يحكي وهي تبدا تعمل لك في اللابتوب هكا شكون كلمها وسام حلاك اليوم مخي بك اليوم ولاد صغار ولاد صغار مشاكل قبل يمشيوا المكتب ما يلقاو ما يعملوا يحلوا التلفزة التونسية ويحلوا الفيسبوك ويبداو يتمنيكوا عليهم وهما ماخذين بخاطرهم هذا يا سيدي كوكا هاكا قالك باش ينقذ التلفزة عمل عليهم مزية الفازات الكل نتاع الفيسبوك يا سي كوكا اللي جبتهم والفازات الكوكا الفازات الكل اللي جبتهم هذاك باش تحطهم الشعب التونسي كيفاش واحد راقد في الشط تصب عليه اسطال الماء كيفاه واحد يصطاد تدزه في البحر هذه التلفزه التونسيه هذه الكاميرا كاشي اخيب كاميرا كاشي هي في العالم في تونس كان الدراغ والالارم والخباثه والتيروريست والفروده والسلاح ويخلجوا العبد فهمت وكي تصير العرك يعني معناها صارت برشا عرك فك الكاميرا كاسي نتاع عمناول وتاع عمناول وسنا ما يعديوهمش يعملوا الكاميرا كاشي كي وجوههم الوحيده في العالم تعمل كاميرا نتاع خباثه ونتاع تيروريزم ونتاع حلق وسرقه وخطفه وكيفاش واحد يتعدى على واحد هي التلفزه التونسيه نحصلوا انا عديت لكم خدناهم هذوما الكل نعاودها اون فوا معناها قاعدين كيبرليو في موقفهم هذوما سراق المافيا التلفزه التونسيه في الانيفرسير نتاع 48 عام ما طلبوش حتى السماح من التلفزه التونسيه من الشعب التونسي اللي قاعد يخلص فيهم فهمتني ما طلبوا من حتى حد السماح هذه اللي تبدا لك سبعه وربع هكا تضحك شو عينيهم شفت سي انكرويابل سي انكرويابل ماهيش باش تقوم لها حد شوفك الكولور وك الحاله فهمت كاك لا 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 شوفوا توما سسمة الاخبار اخبار باش تخرج من الاخبار الفي ناس ما يعرفوش هكا التلفزه حاطينها في الاخبار واحد يتفرج في التلفزه واحد ما يتفرجش ما نفهمش علاش حاطينها البلازما التلفزه في العالم الوحيده اللي تحط لك بلازما في الاخبار شوفك الحاله هكا الديكور البلو مع البلون ما تقوم لها حتى قائمه التلفزه التونسيه كان ما تبدلوا للتكنيسيان القعار وتجاره الدين تنحيوها وتنحيوا العربية الفصحى لخاطر الشعب اشتر الشعب التونسي أمي
فهمتني؟ وترجع التلفزه التونسيه تخدم من 6 نتاع الصباح ولا هو من 5 ونص نتاع الصباح يدو يدو يدخو فهمتني؟ وتنحيو تمانيك وهذوما يشكروا في الواحد متفرجك المصاريف اللي عاملينها بوركوا شوك المشموم حاطين كل هذاك من فلوسنا احنا يا سراق اللي ما تحشموش والله اني لا مفلتينكم وباش نلصقوا الفيديو تو سويت هذاك راهو في كوكا ولا شنو قال لكم التلفزه متعبه 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 هربت التوانسه الكل فهمتني هي اش قالت له هي والله عاملين مجهودنا والله عاملين مجهودنا اكيد عاملين مجهودنا كيفاش عاملين مجهودكم عندكم 60,000 فان يا اللي ما تحشموش يا سراق فلوس الشعب يا مدير جديد لي دوموند نتاعنا اونكور اون فوا بعث لك 20,000 فيديو نبعث لك الفيديو هذا يقبل تفرج الكولور تفرج شفت البوند ما نجموش يكتب لك اسم ازرق توا هو اللي في كلها في المارون فهمت عامل لك اسم مارون انا ما فهمتش علاش ما يكتبش اسم كبير ازرق كيما الدول الكل ازرق وابيض سغيت لا لا هما يكومبليك لي شوز الليني مارون والاسم مارون والاسم صغير وما يحطهولكش حتى نص سكوند يعطيكم عمي في عينيكم يا مدير جديد لي دوموند نتاعنا تنحينا تجارة الدين حق بكريكا علاش انا حطيت الفيديو يعلقوا عليه توانسة البارح هما عاملين زعما مباشر جا لافان نتاع العشاء قصوا عليه تلفزة في 2014 مزات لك تقص لك في البروغرام ما غير ما تنبه على المواطن هذه ما في بالهاش البقرة البارح هي قاعدة تحكي تنبح 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 جا الاسلام نتاع العشاء قصوا معناها بول عليكم يا شعب انا قلت ما تفرجتش فيها اما ذاك على لي رومارك اللي شفتهم اليوم على الفيسبوك قالك مالا تلفزه مالا محقرانيه نسخايبوا لهم شنو باش يعديونا جديد واش نسخايبهم شوت البسماح من الشعب التونسي على 3.5 سنين خراب وبرامج من الارشيف وتجاره الدين وكل شيء فهمتني آه هو بدا البروغرام وهو حاط صلاه العشاء ما غير تنبيه ما غير حتى شيء كيفاش بجاه ربي يا مدير جديد يا سي مصطفى تو انت مدير جديد وعاملين عليك التوانسة الكل باش ترجع لنا الهوية نتاعنا والتلفزة كيما كانت في الستينات وفي السبعينات فرونسي كاسي يا ربي فرونسي فرونسي والدارجة فرجك الاسم أصغرو شفته شفتك الاسم يا مدير جديد يا سي مصطفى عاملين عليك باش نحينا أولا انك اللوجو إعادة ومباشر وهي كعسك الحريقة قاعدة تدور أنبوبة نتاع عسك الحريقة إعادة مباشر تونسيا تونس وكل شيء شنيا عربها في الوجود بجاه ربي رجعنا شو تونسيا رجعنا يا ولدي اكل لوجو نتاع الاخ تي تي كيما قبل وصغير وكوانسي وصغيرت لا رجعنا التلفزه التونسيه بالدارجه وبالفرنسي للولاد نتاعنا وبالفرنسي برامج بالفرنسي برامج بالدارجه وانقذوا تونس الشعب التونسي ماهوش محتاج تجارة الدين وبرمش يصلي ولا راك كافر وكل شيء الدستور متاعنا ديمقراطي متطور متفتح على العالم الكل فهمتني يزيونا بلا تجارة الدين امي وبابا كيف يتفرجوا في حكاية في كلام ربي وكل شيء يتفرجوا في اقرا ويتفرجوا في السعودية ويتفرجوا على المباشر ما يتفرجوش يفتحانا ذوما تجارة الدين متاع سي بيير والنهضة اللي جايبتهم باش ما نعرفش انا ما نعرفش الشعب التونسي مستحق مهلكة الشعب التونسي هي كانت تلفزة تونسية عاتي ربي تلفزة تونسية هي أم تونس تنقذ تونس تعمل دي بروغرام ما عارش على سافوار فيفر على السرقة على الخطفة على البيئة على البنية التحتية على كل شيء هو ثقافة ما عملت حد شيء ما عملت حد شيء 3.5 سنين وإحنا نشوفه في برامج منامة عروسية عبد العزيز العروي هناني شنية وشنية ما شفنا شيء ما شفنا شيء عاتي ربي التلفزة التونسية أم تونس تنقذ تمشي تصور هما عندهم الماتريال الكل أو الناس جاتهم الماتريال بعد الثورة اللي طلبوه الكل جاوهم وهما ما همش عاملين حتى شيء طحان الفساد القوادة عاملين كاك البروغرام نتاع نهار الاثنين سيدي القاضي يا شكايا الناس تحكي على الورثه وعلى الملك وعلى كل شيء تي برا امشي شوفك في قصرين ولادهم صغار سيزون وكاترزون تيروريست برا امشي اعمل مقابله مع ولاد مع لي بارون تاعهم وين ولدك علاش ما تشدش ولدك في الجراف نشوف ولاد صغار في الحروقات نشوف ولاد صغار الكريمينال ولاد صغار تيروريست ولاد صغار علاش ما تعملش برنامج وينك يا سي مصطفى بجاه ربي وينك تفرجك الحالة هاي حتى في الحفلة متاعهم الكاس ماء مقبي للفم قعار قعار يحطولك في كاس ماء التو كاس ماء للفم 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 هذه المحايرة توانسة الكل انا نحطها وما الناس كل تقوم تضحك يا سي مصطفى الله يكون في عونك انقذ التلفزة واسمع الفيديو متاعنا ونحي علينا الفصايل هذوما الكل ما يمثلوش تونس
ما يمثلونش تونس، طحنوا البن علي وطحنوا للنهضة، كيفاش نعاودوا نشوفوهم توا التخوازيام بارتي نتاع بعد بعد الانتخابات؟ أنا مار، كيف راهوهم واحد يدور يعيف روحه، ما عادش نجموا راهوهم. هما اللي طحانا، كيف تراهم تتفكر بن علي وتتفكر الخراب نتاع اللي خربته النهضة في تونس. بدل لنا عندنا ولاد صغار تبارك الله بوتي صغير، فرجك الكاس للفم كالعادة، فرج أكيد أكيد كل كلمة. يا ودي بدل لنا الفصائل الكل خاطر هذوما باش نقعد راهوهم باش يذكرونا في الواحد، باش يذكرونا في بن علي وباش يذكرونا في الخراب النهضة، فهمتني؟ ولهذا بدل الخرا حاشا من يسمع وجيب من الجديد، كلهم طحانة وقوادة وفصاد، ولا عندهم لا خبرة ولا إكسبيريونس ولا حتى شيء. الحفلة الثانية هما قاعدين يسطروا على بعضهم ويسطروا على بعضهم، دي مافيا سرية. قاني وريتك ماكل بالجبة ذاك بالرحومة ولا سسمو، 3 سنين وشعب ما عنده ما ياكل ما يشرب، وهو عمل لك فواياج مع الكيب كاملة من روما لبلجيكا لسويسرا دانيير مول الكوت ديفوار ولا لوين، فهمتني؟ سرقة سرقة، هذوما الكل يلزم تحاسبوهم. باش نرشقوا الفيديو توت سويت وصوت مركب أونكور أون فوا، عادش تونس حرة مستقلة بالهوية نتاعها التونسية من غير تجارة الدين. احنا مسلمين قبل لا تجي النهضة وقبل لا تجي لا حتى شيء، والبروجرام اللي تعملوا فيهم هذوما باش تدخلوا التوانسة للإسلام، باش تدخلوا مشي يصلي مشي يصلي مشي يصلي، الصلاة ما تجيش بالفورسيمون، فهمتي؟ ما تقولش واحد للجنة بالسلاسل، فهمتني؟ اللي يحب يصلي ويتوب عليه ربي من عند ربي، ما غير الدعايات نتاعكم توما. اتلهوا ببلادكم، اتلهوا بالخراب، اتلهوا ببلاصات فرنسا باش تطيح، بالكوليرا، بالجرب، بالتيروريست، بالنكاح، بالجهاد، بالسخط على مخكم. عندكم ألف 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 بروجرام نجموا تعملوه بو رومبليغ لي بروجرام نتاعكم، أما توما بخلاء معاقين طحانة فساد سرق فلوس الشعب. فيها عليكم علم خير فيكم، سامحني على الكل من يسمع. ويا سي مصطفى يا مدير جديد، انا نقول لك ما تسمعش لي دوموند نتاعنا الكل، اون فابا ايسي. شوف لوغو في وجهه، شوف قد راسه لوغو، شفتو؟ فوالا لوغو قد راس. جيناهاش، شوف هاك الكاميرا مان، لا عندهم خبره، الكاميرا مان ما عندوش خبره، المخرج ما عندوش خبره، التكنيسيان اللي يكتب في الخطوط والديكور، كل 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 مانيش نقعد انا في 60 فيديو اللي حطيتهم على اليوتيوب والفيسبوك. يا سي مصطفى انا بعث لك الفيديو هذا على اليوتيوب، وكيف تلقاه على اليوتيوب فركس الفيديو اللي تحته، فهمتني؟ 60 فيديو تحب تنقذ التلفزة التونسية، اسمع الفيديو متاعي، الخاطر انا نحكي باسم التوانسة الكل، وانا تونسي حر بالبوع الجد، فهمتني؟ وخايفين على الايدنتيتي نتاعنا باش تمشي من عند الطحانة فساد تجار الدين. الفصالة هذيا ما عادش نحبوا نشوفوها، وصحابهم الكل نتاع اكيد 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 ما نحبوش نشوفوهم. جيب لنا توانسة بلدية يعرفوا شنو هو التوانسة اللي يحبوا، فهمتني؟ ويحكيوا لنا على الواقع التونسي، ولا غير الغول هذوما المكياج وكل شيء وقت الدوري والمكياج. شوف كنت قاعد شو الكلهم كيف كيف عينيهم بالدوري والذهب وتقعيل، معناها ما تراش حاجه سامبل سيريو. خساره فيكم هكا المؤسسه، فهم تعز منطقه في تونس، في عز بنيه في تونس، عاش تونس. ديكتاتور هاك سرق فلوس الشعب، هذاك السيدي برنامج الصباح كل يوم فيروز 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 يسخيبها التلفزه داربو، فهمتني؟ الناس اولاد صغار هذوما توا جدد هذاك قالوا لك ارقوا مصروفهم في التلفزه تجار الدين، فهمتني؟ معناها بزنس بزنس قاعد في التلفزه التونسيه، بزنس عيني عينك، عارفين التوانسه كل ما يتفرج فيها حتى حد، دي مافيوزي جدد، الناس كلت معشوم التلفزه التونسيه وقال لك نحبوا سبونسر وعندنا ازمه وعندنا ازمه، عندكم سوا تساعدكم. يا سي مصطفى يا مدير جديد، تحب تنقذ التلفزه التونسيه؟ انا تونسي حر، بلدي حر، اسمع لي ديموند نتاعي. ما تسمعش لي دوموند نتاعي جاريت با، انا وصلت 60 فيديو باش نواصل. عاشت تونس حره مستقله ما غير طحانه تجار الدين، ما غير اخوانجيه، بالهويه التونسيه، بالايدنتيتي نتاعنا، نحبوا الايدنتيتي نتاعنا ترجع كالدول المغاربيه، فرونسي فرونسي، الدارجه نتاعنا، العرب كلاسيك كان في الاخبار. رجع بجاه ربي ونحب نشوف هذوما المذيعين الكل هذوما دي بروجرام نتاعهم بالفرونسي. بجاه ربي ورينا اولا نبدا بك وليد نتاع الاخبار الديكتاتور هذاك، فهمتني؟ بجاه ربي نحب نشوف هكا الوليد نتاع الاخبار يعمل لنا بروجرام بالفرنسي، نحب نشوف هذاك نتاع الجبه بالرحومه يعمل لنا بروجرام بالفرنسي. ماكم تدخلوا بالنيفو لهنا، ما هو التوانسه الكل يحكيو فرنسي عرب دارجه ولا شنو، ما نحكيوش عرب، احنا نحكيو عرب في المكتب. سي كي سي طحان الدجال الارهابي راجل غنوصي قال كلها هويتنا عربية مسلمة ويلزمنا نحكيو العربية فصحى،
يا سيراج الغنوشي العربيه الفصحى نتاعك نتاع لي ديكتاتور لي باي نتاع البول بعير خليها عندك، هويتنا تونسيه افون تو، تونسيه ومن بعد تجي مغربيه ومن بعد البحر الابيض المتوسط. البول بعير ما اون ريان افواغ افيك او، هويتنا تونسيه مغاربيه بحر الابيض المتوسط، هذه هي الهويه نتاعنا. عاشت تونس حره مستقله بالهويه نتاعها وبالهويه المغاربيه، وان شاء الله تلزم تاعنا ترجع كيما الجزائر والمغرب. دي بروغرام فرونسي عرب باش تثقفوا الشعب نتاعنا. نيفو باك في تونس ما نجمش يكتب بالفرونسي. احنا نحبوا نشوف هذوك المذيعين نتاعكم هذوك ماهم يدخلوا كان بالنيفو. خلينا نشوفوا النيفو نتاعهم بالفرونسي وبالانجلي. عملوا لنا دي بروغرام. تونس توريستيك. اهم لي دو جدد هذوما سراق جدد سي بيير والنهضه، فهمتني؟ عاشت تونس حرة مستقلة، نعاودها أونكوغ أون فوا بالهوية نتاعها التونسية، بالفرنسية نتاعنا، فهمتني؟ نو سوم مغربان أفون تو، يا ديكتاتور كان مانيش كما جيت أنا لاهي بيكم وبرشا آخرين راهي تلفزة مشات، شوفوا لي فيديو معاك من بعد الثورة، واحد يتكلم بالفرنسي وهما ينقزوا عليه الكل، هاكا ديكتاتور بالجب هذاك عندي فيديو نتاعو، هذي تبدا لك سبعة وربعة ترشق لك وجهها تقول لك سامحني يا حاج شاي. هكا ديكتاتور برحومه ولا شنيا، مره بكى طفل، مره ارتيست استدعاها بكات هذايا فوالا ديكتاتور بكاها، قالت كلكو مو فرونسي، فهمت؟ قالها اسمع انا نحكي لكم بالعربيه، فهمت؟ مسكينه هزت روحها وقامت، عندي الفيديو نتاعها في الفيسبوك بلا وجاليه تترقاه، يسخيبها داربو فرونسي، يا برحومه ولا هاك الفيزيك اللي عندك اللي تدور من الفطاري للفطاري ومن الكرتاجي للكرتاجي، يعطيني 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 الخدمه نتاعك في الصباح، وفيروز كل يوم فيروز كل يوم تخايبها داربوك، فهمتني؟ ورينا بجرب الفرونسي نتاعك ورينا انتاجك. برنامج يبدا سبعه وربع، فيروز ديراكت حوالي الجويه هكا حاله ولاد صغار شايخين عليها، طاوس وسخط على مخكم، ما نعرفش ما نعرفش. قداش من متنا من واحد شكري بالعيد والبراهمي وشكون عملت انت شي اونكيت؟ فوزيت با حتى كابابل باش تعملون اونكيت على ميت. مكالمة هاتفية ما تنجموش تاخذوها. البارح من الكابون ولا من غانا ولا منين بالتليفون وبالميكروفون. الو الو بالميكروفون وما نجموش. تي وينك يا سي مصطفى؟ نعرف عندك جمعة توا، ربي يكون في عونك، أما أنا عاونتك برشا حاجات باش تنقذ التلفزة التونسية وتنحينا الفصايل هذوما وجيب لنا ولاد جدد. هي المشكلة في تونس هذوما ترسموا، كي ترسموا ماهيش مشكلتنا، حطهم ديريغ لي كاميرا، ما عادش نحبوا نشوفوهم. وبدل لنا لي كاميرا، وبدل لنا كلوغو، وبدل لنا تيجارة الدين، وكي يجي الأذان حط بون جا الأذان. يزي سا ساغيت لا ويجيب لا تجارة الدين وعملوا بروغرام فرونسي دارجة سيرتو للولاد نتاعنا صغار، ولاد نتاعنا صغار يحبوا دي كارتون صور متحركة بالفرونسي وبالانجلي وكالزم بالاسبانيول، وانتوما تجيبوا لهم في الجهاد وفي الجهاد وفي سخط على رو... على على روسكم. بالسلامة وصوتو مركب اونكور اون فوا، وعاشت تونس حرة مستقلة من غير تيروريست ومن غير طحانة ومن غير دجالة ومن غير القعار هذوما نتاع الدوري والمكياج والصواريخ. Oui.